بسم الله الرحمن الرحيم. من نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات تطبيقات عن القطأ المكافئ. هناك تطبيقات عملية عديدة للقطأ المكافئ، سوف ندرس بعض هذه التطبيقات. سنعرف أولا السطح المكافئ الذي ينتج عن دوران القطأ المكافئ في الفراغ حول خط التماثل. إذا دورنا قطعا مكافئا في فراغ ثلاثي الأبعاد باستخدام خط التماثل كمحور للدوران، فإن القطع المكافئ ينتج سطحا يعرف بالسطح المكافئ. إذا قطع مكافئ يدور حول محور هذا القطع سوف ينتج سطحا، هذا السطح ندعوه بالسطح المكافئ. هذا هو شكل السطح المكافئ الثلاثي الأبعاد. هناك تطبيقات عديدة لهذا الشكل أو لهذا السطح. أحد أهم هذه التطبيقات ينتج من إصدار ضوء أو صوت متمركز في البؤرة، فإن الموجات أو الأشعة الضوئية أو الموجات الضوئية والصوتية سوف ترتد من القطع المكافئ بأشعة موازية إلى المحور. أيضا إذا انطلقت موجات ضوئية أو صوتية بشكل موازي للمحور على سطح مكافئ ما، فإنها ستتركز جميعها في البؤرة. يستفاد من هذا الشكل في العديد من المجالات، أحدها هو المستقبل الإلكتروني أو ما يعرف به الريسيفر، والآخر هو الضوء، ضوء السيارات أو كشافات السيارة أو بعض الميكروفونات تستخدم على شكل قطوع مكافئة لتركيز الصوت في نقطة محددة. تمرين على ذلك، تستخدم ميكروفونات مكافئة على جانبي ملعب لالتقاط الأصوات من داخل الملعب. إذن المقصود بميكروفونات مكافئة أي شكل الميكروفون هو عبارة عن سطح مكافئ. إذا كان قد تولد ميكروفون مكافئ من تدوير قطع مكافئ معادلته، إذن هذا السطح المكافئ نتج من دوران قطع مكافئ معادلته y تربيع يساوي 15x حول محوره المطلوب. حدد موضع البؤرة أو حدد موضع جهاز الاستقبال الإلكتروني لهذا القطع، أين سوف نضع الجهاز المستقبل بحيث يكون الصوت أوضح ما يمكن، أي مكان تركز الموجات الصوتية. سوف نعتبر أن هذا القطع المكافئ أو هذا السطح المكافئ رأسه 0,0 ونقطة أو خط التماثل هو محور السينات. إذن هذا الشكل سوف نضعه بشكل أفقي، وسنعتبر أن الرأس هو نقطة الأصل 0,0 وخط التماثل هو محور السينات أو محور الإكسات. لاحظ شكل القطع المكافئ الناتج. بما أن هذا القطع محور التماثل له أو محوره محور الإكسات، إذن معادلة هذا القطع y تربيع يساوي 15x، لاحظوا هي 4px، هذا هو الشكل باعتبار المعادلة بهذا الشكل. وضعنا خط التماثل هو محور السينات، واعتبرنا أن الرأس هو 0,0 لإيجاد البؤرة وهو موقع جهاز الاستقبال الإلكتروني. سنقارن مع المعادلة العامة للقطع y تربيع يساوي 4px، هذا يعني أن الـ 4p يساوي إلى 15 بقسمة الطرفين على 4 نحصل على قيمة المجهول p. نعلم أن إحداثيي البؤرة لهذا الشكل هو p 0، إذن f هي 15 على 4 0، وبالتالي سوف نضع المستقبل في نقطة إحداثياها 15 على 4 و0، وهو موضع جهاز الاستقبال الإلكتروني.
تمرين آخر، تصنع إحدى الشركات مصابيح أمامية للسيارات. إذا كان أحد المصابيح على شكل سطح مكافئ متولد من تدوير قطع مكافئ معادلته y تربيع يساوي 12x، فأين يجب وضع لمبة المصباح؟ طبعا يجب وضع لمبة المصباح في البؤرة. نحن بحاجة لإيجاد بؤرة هذا القطع، على اعتبار أيضا أن هذا القطع ينتج من دوران، أو السطح ينتج من دوران قطع مكافئ. سنعتبر أن رأسه في نقطة الأصل، ومحور التماثل هنا واضح أنه هو محور الإكسات. معادلة القطع هي على الصورة، y تربيع يساوي 4px، على أساس أن محور التماثل هو محور الإكسات. بالمقارنة مع المعادلة المعطاة نجد أن 4p يساوي إلى 12، وبقسم الطرفين على 4 نحصل على قيمة p وتساوي إلى 3. نعلم أن البؤرة لهذا الشكل هي p 0، إذن p هي 3، وبالتالي البؤرة 3 0، إذن يجب وضع اللمبة على بعد 3 وحدات من رأس هذا القطع. رأس القطع المقصود هون هو السطح الخارجي لضوء السيارة. سوف نضع اللمبة في مكان يبعد إلى 3 وحدات قياس. وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات.